Assalamualaikum. Ismi Muhammad Karu Anwar bin Abdul Wahab. Atubu wa sadiqan. Kana hunaka sadiqani hamiman. Ismuhu ma Jack wa Ben. Korara yushafiro wa yushahida al-alama'an. وفي أحد الأيام قرر أذهب إلى الغابة. كانت الغابة خطيفة جدا. فعرف أن شيئا خطيرا قد يحدث في أي وقت. فوعد بعضهما أن يبقوا يا متحيدا في حالة حدوث خطر. فجأة سمع صوتا مخيفا وشعر بخوف شديد وشاهد دبا ضخما يقترب. جرى جاك في الحال وتسلق شجرة قريبا تاركا بن وحيدا. لم يعرف بن كيف يتسلق شجرة. فسأل بن جاك: هل تساعدني أن أتسلق الشجرة؟ فالدب سيأكلني. سائدني أرجوك، لا أستطيع النزول. فالدب يقترب، ولا يوجد مكان هنا. ابحث لنفسك عن مكان لتقبي. جاك لم يساعد بن، ولكن بن كان ولدا زكيا. ففي المدرسة سميعا أن دبابة لا تأكل المخلوقات الميتة. فنام بن على الأرض وهبس أنفاسه تماما. متضاره أنمو ميات الممدد على الأرض وشم أذني. ثم طرق هو ابتعد لأن الدبابة لا تلمس المخلوقات الميتة. شكراً.